مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ بتمنى يكون مضينا اعياد قيامه جميله وحلوه، ويكون زي ما الاباء الكهنه اللي من كل قلبي عايز اشكرهم النهارده على الحضور ده، واشكركم كمان كلكم. عارف قد ايه في امتحانات وجو حر مميت وحاجات كتيره، ولكن فعلا بتمنى لكم تكونوا مريتوا باعياد حلوه، وزي ما كانوا الاباء الكهنه بيقول ما زالت فرحه القيامه في قلوبنا، وإن ما يكونش في حاجة قدرت تطفيها، ولا مواقف ولا صعوبات ولا آلام ولا خطايا ولا توقعات مش مرضية. ولكن فعلا بنتمنى ده، إن أيام القيامة دي بتستمر في قلوبنا دايما. نقف ونصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. مبارك أنت يا رب القدوس من أجل حبك ورحمتك، مبارك أنت من أجل كل النعم اللي أنت بتغمرنا بيها في الأيام دي يا رب، بالأخص مبارك أنت من أجل نعمة قيامة ابنك يسوع المسيح. القيامة دي اللي بتدي معنى لحاجات كتيرة في حياتنا، حاجات كتيرة دفناها، حاجات كتيرة حطيناها في مكان مش عايزين نرجع لها، لكن يا رب أنت قادر أنك أنت تقيمنا في كل هذه الأشياء. انت يا رب بتعرف كل واحد فينا ايه هي نقطة ضعفه، نقطة الموت بتاعته، ايه هو الشيء ده اللي بيحطمنا، ايه هو الشيء ده اللي شخصيا بيدمرني، لكن انت كمان يا رب اللي قادر تقيمنا من هذه الاشياء. بنطلب ده بشفاعة جميع القديسين وامنا العذراء مريم، امين. عظيم يا شباب، ما زلنا بنكمل مع بعض مذكرات آدم. في واحد كتب لي في التعليقات على الفيسبوك بيقول لي هو كل مرة آدم آدم آدم، قلت له خلاص المرة الجاية نتكلم عن حواء، فهنغير يعني. فلا خلاص ما تقلقوش، السلسلة دي يمكن فاضل لقاء أو لقاءين هنتكلم فيها، بس هنكمل الموضوع ده وبعد كده هننقل على حاجة جديدة وحاجة غريبة شوية، حاجة جديدة وغريبة شوية المرة الجاية أو السلسلة الجاية يعني. كنا بنتكلم شوية عن مذكرات آدم، مش عايز بقى أكرر كل اللقاءات اللي فاتت، ولكن عايز أقول بس اللقاء السابق، اللقاء الرابع اللي عملناه المرة اللي فاتت، وشفنا آدم قبل الخطية وآدم بعد الخطية. آدم قبل الخطية هو وحواء كانوا عايشين بطريقة، عايشين مع الله سر كبير. يعني إيه سر كبير؟ يعني كان في حاجات كتيرة آدم مش قادر يفهمها، يمكن تاريخه، ايه اللي هيعمله بعد كده، بكره ايه اللي هيحصل، الكون ده اتعمل ازاي. في حاجات كتيره ادم ما كانش قادر يفهمها، ما كانش قادر لسه يعرفها، ولكن عدم المعرفه دي بتاعت ادم ما كانتش بتسبب له مشكله. وليه ما كانتش بتسبب له مشكله؟ لان علاقته مع الله كان عايش سر كبير. ايه اللي بيحياه ادم؟ كان كل يوم بيعيش بيعرف أكتر عن الله، بيعرف أكتر عن نفسه، بيعرف أكتر عن الواقع، ويعيش أكتر وأكتر. يعني نقدر نقول إيه؟ زي البحر، كل ما واحد بيدخل يعوم بيدخل أكتر وأكتر، والبحر عمره ما ينتهيش. ده اللي كانت حياة آدم، كان عبارة عن زي ما كان الأباء الكهنة دلوقتي وأبونا فرانسيس بيتكلم عن مسيرة، عن اكتشاف، عن حاجة بتودينا لحاجة تانية، والحاجة أكبر والحاجة أحلى. أيوة يا شباب، إحنا ربنا بيدعونا لحاجة حلوة، مدعوين اللي إحنا نبتدي نسيب نفسنا لمسيرة زي المسيرة اللي هننطلق بيها دلوقتي دي في شهر 7، علشان يحصل إيه؟ عشان نبتدي نكتشف إن حياتنا رايحة من حاجة لأكبر لأحلى والأحلى. حتى لو أنا في بداية الخطوة، في بداية المسيرة، أنا مش عارف حاجات كتيرة. أيوة، وده هيبقى شرط على فكرة من شروط المسيرة، وده شرط من شروط كمان الدعوة مع ربنا. ومش بس بتكلم على دعوة كهنوت أو رهبنة، لكن كمان حتى عن زواج، كمان حتى عن خطوبة، عن ارتباط. ما ينفعش أني أكون مبرمج كل ما هو قادم هيحصل في المستقبل فأول خطوة بعملها. لأ، أنا بعمل إيه؟ أنا بفتح الباب وببتدي أدخل خطوة، وربنا بيبتدي هو كمان يلهمني بحاجة أكبر، يديني حاجة أعلى وأعلى، لغاية لما بنوصل سوا. آدم كان عايش كده، آدم كان عايش في حالة إنه يوم بيوم مع الله بيكتشف ويكتشف،
وكل مادة بيكتشف حاجة أكتر وأكتر وأحلى وأحلى. ولكن بعد الخطية إيه اللي بيحصل لآدم؟ قلنا إن آدم بيقع من السر، من جمال السر لمشكلة اللغز. يعني إيه اللغز؟ فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت؟ يعني آدم دلوقتي بعد ما خطي وبعد ما انفصل عن الله، بعد ما هذا النبع آدم قطعه اللي كان بيشبع منه، أصبحت عنده حياة قليلة. فيعمل إيه آدم؟ لازم يحافظ على حياته. ابتدى يشوف إن في مرض، في ألم، في صعوبات. ليه الألم؟ ليه المشاكل دي كلها؟ وآدم كان لازم يدي إجابات لنفسه، لأن المشكلة لو مش عارف يدي إجابة ليها بيحصل إيه؟ بيتشل، بيقف. زي أنا وإنت النهاردة، أول ما بتقع علينا مشكلة في حياتنا، مثلاً فشل في الدراسة، امتحان ما جاش على بالنا، مشكلة في علاقة، ارتباط ما كملش، ارتباط أصلاً ما ابتداش، والمشكلة دي إيه اللي بيحصل؟ لو أنا ما لقيتلهاش تفسير، لو أنا مش عارف ليه ده حصل لي، أنا مش قادر أمشي ولا خطوة. يا شباب، إحنا أوقات كتيرة في حياتنا مش قادرين نمشي لقدام، لأن في مواقف في حياتنا وقفتنا، فضلنا واقفين عندها ونقول ليه ده حصل؟ ليه أبويا كده؟ ليه أمي كده؟ ليه إخواتي كده؟ ليه أنا مش جميلة بالشكل ده؟ ليه أنا ما اتجوزتش؟ ليه أنا ما ارتبطتش؟ وواقفين هناك اكمننا مش عارفين نحل اللغز ده، مش قادرين نطلع للمرحلة اللي بعدها. عارفين زي الألعاب دي اللي أول ما بتوصل لمرحلة يقولك أوكي أنت نجحت، تطلع على المرحلة التانية. نفس الشيء حياتنا كده، صدقوني أوقات كتيرة حياتنا متوقفة عند سن 15 سنة، يمكن عمري 30 و40 و50 وحياتي متوقفة عند هذا الحدث اللي أنا ما لقيتلوش تفسير. هي دي حياة آدم كانت قبل الخطية، كانت آسف بعد الخطية، حياة كل مشكلة فيها، كل صعوبة فيها إيه اللي بيحصل؟ آدم بيتشل. زي أنا وإنت النهاردة لما بنتشل، بنتشل قدام مشكلة، بنتشل قدام حاجة بتقع علينا، ظلم، حاجة كان نفسنا نحققها وما تمتش، بنتشل وما بنعرفش نمشي خطوة لقدام. طيب دي حالة آدم قبل الخطية وبعد الخطية. لكن تعالوا النهاردة نعمل خطوة لقدام. آدم النهاردة هيكلمنا، يبتدي يكلمنا عن أولاده. تعالوا نشوف هيقول إيه، تعالوا نشوف الكتاب المقدس هيقول لنا إيه. وعرف آدم حواء، حواء امرأته، فحبلت وولدت قائين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. كان هابيل راعيا للغنم، وكان قائين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قائين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قائين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قائين جدا وسقط على وجهه. فقال الرب لقائين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قائين هابيل أخاه، وحدث ذاك إذا كان في الحقل أن قائين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقائين أين هابيل أخوك؟ فقال لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل النهاردة في مذكرات آدم. آدم النهاردة بيقول لنا بعد ما اختبر الخطيئة بيكتشف إن في حاجة كبيرة جدا حصلت. بيكتشف إن الموضوع يا شباب مش موضوع اللي هو خطي، هو أكيد الموضوع اللي هو خطي، لكن بيكتشف إن الخطية بتاعته طلعت عاملة زي النهر اللي كان محدود، والسد ده بيتكسر والنهر ده بينجرف وبيمشي في كل مكان. أيوة، تعالوا نفهم يعني إيه الكلمتين دول.
آدم بيحكي لنا النهاردة، بيقول لنا المرة دي شايفينك يا آدم حزين، ليه يا ترى؟ شايفينك حزين لدرجة مش طبيعية. ليه؟ لأن آدم بيقول كده هو، أول مرة ما كنت حزين فيها بعد ما اضطردت من الجنة، بعد ما اختبرت الموت ده ما بيني وما بين الله، النهاردة كمان آدم بيقول لنا إنه كان قلبه حزين جداً. فبيبتدي يحكي لنا القصة وبيقول بعد كده عرفت امرأتي حواء. يعني ايه عرفت امرأتي حواء؟ يعني اتجوزنا، يعني دخلنا في علاقة جسدية، وبعد العلاقة دي حواء بتحمل ولد وبتلده وبتسميه قائين. جميل اسم قائين ده. يعني ايه اسم قائين؟ يعني انا اقتنيته مع الرب. عارفين يعني واحد لما يقتني حاجة يعني يحصل عليها، يعني بياخدها. وحواء بتقول أكيد هذا الطفل المولود أكيد مش مني أنا بس، لكن لأني كمان حصل هذا الشيء مع الرب، مع الله. وآدم بيفرح في اليوم ده، أول ما بيشوف قائين بيفرح. ليه بيفرح آدم؟ متخيلين ده أول ولد يتولد على وجه الأرض من امرأة. أول مرة آدم يشوف هذا المنظر، أول مرة يفرح إن في ابن بيتولد له. وبالأخص يا شباب إن هو كان فاكر حاجة مهمة. كان فاكر إيه آدم؟ كانت لسه الكلمة بترن في ودانه اللي ربنا قالها له المرة اللي فاتت. كانت إيه الكلمة دي؟ بيقول له يا آدم وإن كنت أنت دلوقتي هتنزل هتخرج من هنا من على الجنة، لكني أنا هأقيم واحد من نسلك يسحق رأس الحية. وآدم بيبتدي يفرح، بيبتدي يتهلل، يبتدي مش عارف يقول ايه، مش عارف يعمل ايه. ليه الكلام ده كله؟ لانه ابتدى يشوف ان ربنا هيحقق هذا الوعد. ايوه، قائين جه، قائين وصل، وربنا كان بيقول لي من نسلك يعني من الولد ده اكيد هيجي اللي يسحق راس الحيه. يعني ايه قائين؟ قائين بالنسبه لادم ما كانش بس الابن البكر. كلكم بتعرفوا يعني ايه الابن البكر في العهد القديم وفي ثقافات وتقاليد كتيرة عندنا. الابن البكر هو الابن اللي بياخد كل البركة، هو الابن اللي بيحمل ضعف ميراث أخوه، هو الابن اللي هو الابن اللي كل المواعيد وكل العهود بتتنقله. فهو ده قائين. أيوة، آدم بيقول هو ده قائين، هو ده اللي ربنا هيحقق لي الوعد بتاعه فيه. وإيه اللي بيحصل بعد كده؟ بالنسبة لآدم قائين زي ما كنت أقول لكم بيفرح ويهلل، لأن قائين بالنسبة له كان طريق الرجوع للجنة، كان هو الأمل اللي ابتدى يظهر في حياته وسط مشاكله وسط ألامه وسط صعوباته. لكن في بريق من الأمل كده زي شباك، فتحة صغيرة في الباب بتقول إن في نور جاي، في نهار طالع. أيوة، آدم في ظلمته ابتدى يشوف هذا النور اللي هو قائين اللي ابتدى يتولد ويكبر ويكبر. ولكن بعد كده إيه اللي بيحصل؟ زي أنا وإنت النهاردة، أنا وإنت النهاردة اللي في مشاكلنا وفي صعوباتنا وفي ألمنا في أحداث كتيرة في حياتنا اللي بنحس فيها بعدم الرضا، مش مبسوطين. معرفش لو دي خبرتك النهاردة. ويبتدي حاجة صغيرة تبتدي تنور، يبتدي مش عارف أقولها إزاي، وكأن في حاجة كده ابتدت تتولد. يمكن مشاعر صغيرة، يمكن احتمالية علاقة، يمكن احتمالية شغل، يمكن حاجة كده ابتدت تنور صغيرة في حياتنا، ابتدت تشعرنا بنفسنا. قائين صغير بيتولد، حاجة صغيرة ابتدت تتولد. تعالوا نشوف ده. واللي بيحصل بعد كده ان مش بس حواء وآدم بيجي لهم الابن الأول، ولكن بيجي لهم كمان بعد كده ابن تاني بيسموه هابيل. آدم بيقول أنا مش عارف ليه سميته الاسم ده، لأن هابيل يعني الدخان، هابيل يعني البخار، هابيل يعني عارفين لما بتكون في مية بتغلي وفي بخار كده طالع، هو الحاجة اللي تمسكها وفي لحظة ما تبقاش موجودة.
وإحنا هنعرف ليه آدم سمى هابيل بالاسم ده. لكن آدم بيقول صدقوني قائين عشان اقتنيته مع الله، هابيل ما عرفش جه على بالي الاسم ده فسميته كده هو. لا، ما جاش على بالك يا آدم، لأن في حاجة ورا الاسم ده. وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ بتعدي الأيام، وقائين كان راجل مزارع، راجل قوي مزارع، بيقدم من ثمار الأرض بتاعته تقدمة للرب. أول مرة نسمع عن تقدمات للرب. وفي الغريب كمان اللي احنا ما شفناش ان ربنا كان طلب ده من قائين ولا من هابيل. ليه كده؟ معنى كده ان الانسان في قلبه عاوز دايما يقدم حاجة لربنا علشان ينال الرضا بتاع ربنا ده، علشان يحس ان هو مازال مرتبط بيه. قائين بيقدم حاجات من ثمار الارض، وهابيل بيقدم، هابيل كان راجل راعي فبيقدم الاغنام بتاعته والاشياء السمينه بتاعته اللي مليانه دهون ونقدر نقول كده قويه. وايه اللي بيحصل؟ بيحصل شيء غريب جدا جدا. الكتاب المقدس مش بيفسر لنا كتير ليه ده حصل. بيحصل ان ربنا بيقبل تقدمه هابيل وما بيقبلش تقدمه قائين. عارفين يا شباب، هنضطر ننتظر آلاف وآلاف وآلاف السنين لغاية لما توصل لنا الرسالة دي للعبرانيين اللي بتقول لنا الجملة دي: وأما تقدمة هابيل فقد قدمها بإيمان، في رسالة العبرانيين 11:4. يعني ربنا بيكشف لنا بعد قرون من الزمن وبعد سنين كتيرة ليه ما قبلش تقدمة قائين، ليه ما قبلهاش؟ لأن هابيل قدمها بإيمان لكن قائين ما قدمهاش بإيمان. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني ممكن اتنين النهاردة يكونوا بيعملوا نفس الحاجة وبيقدموا لربنا نفس الشيء، لكن في واحد في قلبه. أبونا فرانسيس كان بيتكلم من دلوقتي في قبل ما يكلمنا عن المسيرة، كان بيتكلم إن في صوت في القلب، في حاجة في القلب، حاجة ما حدش بيسمعها غيرك. أيوة، إيه الحاجة دي؟ في قلبك. لو انت النهارده انا وانت زي قائين ده اللي بيقدمه لربنا وواثق في ربنا ده، واثق انه بيديله كل حاجه زي هابيل، ربنا بيقول هابيل قبل التقدمه بتاعته لانه قدمها بايمان. ايوه يا اولاد، ربنا بينظر في قلوبنا النهارده. ربنا مش بينظر بس لتصرفاتك والخطاياك ولعيوبك ولتاريخك ولمستقبلك، لكن في عين من عند ربنا بتبتدي تنظر في قلبك. هي دي النقطة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة. إيه الحتة اللي في قلبك دي؟ فيها إيه؟ إيه هو الشيء السمين اللي عندك جوه؟ إيه هو الشيء الغالي اللي موجود جواك ده؟ تعالوا نكمل. وبعد كده رسالة القديس يوحنا برضو بتكمل وبتقول: لأن قائين كانت أعماله سيئة. في العمق سفر التكوين وآدم ما بيشرح لناش أكتر من كده، ما بيقول لناش ليه هابيل اتقبلت تقدمته. في الكتاب المقدس زي ما شفنا بيقول الحاجتين دول: عشان هابيل قدمها بإيمان، وعلشان كمان نقدر نقول كده أعماله كانت حسنة. لكن في سفر التكوين ما بيشرح لناش كتيرة. حاجة بتأثر فيها جدا جدا في التقليد العبراني، تقليد الآباء وتقليد العبراني، بيقول حاجة حلوة جدا جدا. عارفين بيقول يا أولاد؟ عارفين ليه تقدمة قائين ما تقبلتش وتقدمة هابيل اتقبلت؟ لأن في حاجة كده صغيرة في النص ممكن تبان. إيه؟ بيقول كده: قائين بعد ما زرع الأرض قدم من ثمارها، قدم من ثمارها، ولكن هابيل بيعمل ايه؟ بيقدم اغنامه وكل السمين اللي فيها. يعني ايه الكلمه دي؟ قائين عمل ايه؟ قائين بعد ما ضمن ان في حصاد كتير بياخد جزء من الحصاد ده وبيديه لربنا. هابيل بيعمل ايه؟
هابيل بيقدم له كل أبكاره، كل السمين بتاعها. يعني إيه الموضوع ده؟ مين هو قائين ومين هو هابيل؟ قائين هو الشخص اللي بيقدم قال ربنا، لكن بيقدم له شيء من اللي عنده، بيقدم له جزء، بيقدم له حتة، بيقدم له زي الغني ده مع يسوع المسيح اللي بيحط فلوس في الصندوق بتاع الهيكل. لكن مين هو هابيل؟ هو زي الأرملة دي اللي حطت آخر فلسين، اللي ادت نفسها. مين هو قائين؟ قائين هو الشخص اللي أبداً مش عايز يخاطر مع الله. هو الشخص زي اللي يسوع المسيح هيحكي لنا عنه، الشخص ده اللي خد وزنة وعاوز يحطها تحت الأرض عشان سيده كان عارف انه صعب، انه ظالم. ايوه انه ظالم. الفكره دي انه ظالم، هي دي الكلمه اللي عايزين نتكلم عنها النهارده. قائين في العمق كان مقتنع ان الله ظالم، علشان كده يعمل ايه؟ علشان كده لازم يديله جزء ويحافظ هو على اجزاء تانية كتيره. زي انا وانت النهارده، احنا ممكن ندي لربنا ساعه، ممكن ندي لربنا نحضر قداس، ممكن ندي لربنا، لكن صعب عليا اللي انا وانت النهارده نعمل ايه؟ نخاطر بحياتنا مع الله، اني اسيب نفسي كليه لله، اني احط نفسي معاه وابتدي ارجع انا واقول يا رب هنعمل ايه. لكن قائين هو المخ، هو العقل، هو اللي بيعرف يظبط كل حاجه، هو اللي قال عندي ثمار ومنها هقدر اقدم ده، فلو ربنا ما استجابليش في الحبة دولة، على العموم أنا عندي حاجات تانية. يا شباب، صعب اللي احنا نكتشف دعوتنا. ما بتكلمش على كهنوت بس، دعوتنا للسعادة بتكلم عن الدعوة. أول ما أقول كلمة دعوة يعني حط قدامها كلمة سعادة. صعب اللي احنا نكتشف دعوتنا لو أنا وإنت النهاردة مازال عندنا مخطط بي وسي، مخطط رقم 2 ومخطط رقم 3. مين هو هابيل؟ هو هذا الشخص اللي بيخاطر كلية مع الله. وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ غريبة، آدم بيقول لنا في اليوم ده فهمت، في اليوم ده فهمت إن ربنا ما بيبصش للتقدمة، ربنا بيبص للقلب. وبيكمل بيقول إن بيحكي آدم وبيحكي بالدموع، لأنه بيكمل بيقول في يوم قائين بيطلب من أخوه هابيل إنه يروح الحقل، وإيه اللي بيحصل؟ ولا كلمة. الحتة دي برضو مهمة يا شباب في الكتاب المقدس. قائين بيقول لأخوه يلا نطلع الحقل، وأول ما بيطلع في الحقل بيعمل إيه؟ بيقتله. غريبة، لغاية دلوقتي ما سمعناش ولا كلمة من قائين، ولا مع الله، حتى ما لمش الله، ما قالش الله ليه يا رب؟ ليه قبلت تقدمة أخويا وليه ما قبلتش تقدمتي أنا؟ قائين ما عندوش القدرة أنه يتكلم. عارفين ليه ما عندوش القدرة أنه يتكلم؟ لأنه قلنا أن الكلمة علامة على الحب، حتى لو لوم برضو علامة على الحب. بنشوف يسوع المسيح على الصليب بيقول إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ حتى كلمة اللوم هي علامة على الحب. لكن قائين ما كانش قادر يلوم، ما كانش قادر يتكلم أصلا، لأنه إنسان مش قادر يحب، إنسان أبدا ما قادر يدي نفسه للآخر. وإيه اللي بيحصل بعد كده؟ قائين بيطلع مع أخوه وبيقتله، وآدم هنا بيتدمر. آدم هنا بيتدمر. متخيلين الموقف ده؟ أب عنده ابنين، وابن منهم بيقتل ابنه الثاني. الابن اللي كان المفروض يكون هو الوعد، المفروض اللي هو كان زي ما كنت بقول لكم في بداية اللقاء بريق الأمل، طريقه للجنة. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيحصل حاجة مميتة. آدم كل أحلامه بتتدمر، لأن قائين قتل أخوه هابيل، ولأن قائين دلوقتي أصبح سواح في العالم كله. ماشي، إذن النسل الوعد مش هيتحقق من ده. يعني آدم بيشوف إن كمان وعد الله بيتكسر، كمان وعد الله بيفشل. زي أنا وإنت النهاردة في أوقات كتيرة في حياتنا، لما زي ما كنت بقول بيبتدي بريق أمل، حاجة حلوة ابتدت تظهر في حياتنا، والحاجة دي بتختفي، وبنرجع أنا وإنت النهاردة نقول يا رب
طب ليه طلعتها لي ما دام مش عايزني اني اكمل فيها؟ الجمله دي مهمه جدا، الجمله دي بسمعها كتير. طب ليه يا رب سمحت ان بالعلاقه دي وكنا مبسوطين فيها ما دام مش ارادتك اللي احنا نكمل فيها، ما دام كانت هتتقطع، طب ليه دخلتني في الخبره دي ما دام ما كناش لازم نكمل؟ طب ليه؟ اسئله كتيره. اتمنى اللقاء ده يساعدنا اللي احنا نبتدي ندور على اجابات ليها. وايه اللي بيحصل بعد كده؟ الله بيكلم قائين وبيقول له يا قائين مالك؟ ليه متغاظ؟ ليه في غضب؟ خلي بالك، قبل ما يقتل اخوه بيقول له خلي بالك، ما تخليش المشاعر دي والافكار دي تبتدي تسيطر عليك. لو انت بتعمل الخير امال ليه راسك واقعه؟ بيقول له كده الكتاب، راسك واقعه، وجهك سقط. لو انت بتعمل الخير اذا المفروض تكون راسك مرفوعه، طب ليه راسك واقعه؟ بس خلي بالك الخطيه هتغويك، لكن انت سيطر عليها. الله بيعمل وعظه، بيعمل كرازه، بيعمل شيء جميل لقائين، بس لو كان قدر يفهمه ما كانش قتل اخوه. والله بيقول ايه لقائين؟ بيقول لك النهارده انت ليه دايما باصص على اخوك؟ ليه دايما بتشوف ان اخوك احسن منك؟ ليه دايما حاسس ان ربنا ما بيحبكش وبيحب التاني اكتر منك؟ لو انت اعمالك كويسه ليه ما بترفعش راسك؟ خلي بالك. يعني ايه خلي بالك؟ الكلمه دي ليا وليك النهارده. خلي بالك من المشاعر اللي بتتولد جواك، لان لو المشاعر دي، لو الافكار دي ما قدرناش نسيطر عليها بتتحول زي البذره، بذره صغيره ما بنقدرش بعد كده نسيطر عليها ابدا، بتفوقنا. قائين قبل الفكره دي ان الله ظلمني وان اخويا احسن مني واني انا اتظلمت واللي انا ضحيه. قبل الفكره اللي انا ضحيه، فابتدى يعمل ايه؟ ما عندوش حل غير انه يقتل. ايوه يا اولاد، يا نحب يا نقتل، مفيش اختيار تاني في حياتنا، يا نحب يا نقتل. قائين عمل ايه؟ قائين ما قدرش يحب الله، ما قدرش يحب اخوه اللي كان مختلف عنه. دلوقتي مش بنقول بقى مين احسن ومين اوحش، مش دي المشكله، كل واحد فينا مختلف. قائين ما قدرش يحب، عمل ايه قائين؟ قتل. ايوه يا شباب، يا نحب يا نقتل. وعارفين ايه اول حاجه هنقتلها؟ اول حاجه هنقتلها هو انا، هو نفسي. طب ليه؟ لان بقتل فيا الحاجه الجميله، اجمل حاجه عندي اني اقدر احب. اتمنى تكونوا فاهمين الجمله دي معايا يا شباب. يا نحب يا نقتل، مفيش حاجه في الوسط، مفيش حاجه اسمها يا نحب لغايه، حتى لو الحاجه دي مش مفهومه، حتى لو دعوتي مش قادر افهمها، حتى لو في صعوبات مع اب مع ام مع اخوات مع خطيب مع زوجه، يا اما نكمل نحب يا اما في الوقت ده انا بقتل. وايه اللي بقتله؟ اول حاجه بقتل نفسي. ليه بقتل نفسي؟ لان بقتل جوايا حاجه، الحاجه دي اللي كنت انا قادر ان احب بيها وادي نفسي ليها، خلاص قتلتها. وقائين بيعمل ايه؟ قبل ان الفكره دي انه مظلوم، ان الضحيه تسيطر عليه. وايه اللي بيعمله؟ بيقتل اخوه. ايوه، عارفين ليه احنا كمان بنقتل الف مره؟ مش بنقتل معناها اني بمسك سكينه وبموت اللي جنبي، بنقتل يعني ما بقدرش احب زي ما قلت. عارفين ليه بنعمل كده؟ لان في العمق انا وانت مقتنعين اللي انا ضحيه، اللي احنا ضحايا، ضحايا والدين، ضحايا اخوات، ضحايا مجتمع، ضحايا الحظ، ضحايا النصيب، ضحايا معرفش ايه. فعلشان كده انا وانت ايه اللي بيطلع مننا؟ اللاحب ده، القتل. وبعد كده قائين بعد ما بيقتل اخوه، والله بيقول له يا قائين فين اخوك؟ قال له انا مش حارس عليه، انا مش عرفني اخويا راح فين. والله بيكمل يحب قائين. غريبة يا أولاد، الله بيكمل يحب قائين زي ما بيكمل يحبني أنا وإنت النهاردة، برغم خطايانا وبرغم كل اللي إحنا بنعمله. وبعد كده بيكمل ويقول له
يا قائين ايه اللي حصل؟ وقائين بيعترف بعد كده في الاخر اللي هو ما حبش، مش هقول تاني انه قتل، اللي هو ما حبش. ومن رحمه الله وقائين بيخاف، بيقول اي حد بعد كده هيشوفني هيقتلني، فالله بيقول له لا، لو على العقاب ده ما تخافش، محدش هيقتلك، هحط عليك علامه ومحدش هيقتلك. وقائين بيبتدي يمشي، وبعد كده ما بنسمعش عنه حاجه تانيه خالص. وايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيحصل بعد كده ان ربنا بيخلي ادم وحواء ينجبوا طفل جديد. عارفين الطفل ده اسمه ايه؟ الطفل ده اسمه شيت. يعني ايه شيت؟ شيت يعني بالعبري النسل الجديد، الامل الجديد، البريق الجديد. ايوه، لان من شيت ده هيجي ابن الموعد، هيجي شخص يسوع المسيح اللي هيحقق الوعد بتاع الله، اللي هيسحق رأس الحية ده. وآدم بيبتدي يفرح من جديد، وإن كان بيفرح بالدموع بالألم، لأن عنده ابن اتقتل وعنده ابن بقى سواح في الدنيا. تعالوا نختم يا أولاد، تعالوا نرجع لقائين. مين هو قائين في العمق؟ قائين هو الشخص اللي زي ما كنا بنقول هو الشخص اللي ما قدرش يسيطر على فكرة وخلت الفكرة دي تتملكه. أيوة يا شباب، حربوا الأفكار الصغيرة اللي بتتولد جواكم. يعني إيه ده؟ يعني فكرة علاقة سامة من العلاقات اللي أنك نفسك تدخل فيها، فكرة متعة معينة غريبة، فكرة حاجة، حتى لو الحاجات دي بتقولها في قلبك صغيرة، الأفكار دي هتكبر وهتولد فعل. وإيه الفعل ده؟ هو الخطية، هو القتل، أني ما أقدرش أحب اللي حواليا، أني ما أقدرش أدي نفس الخدمة، أني ما أقدرش أدي نفس الرسالة، أني ما أقدرش أحب بالمعنى اللي إحنا كنا بنتكلم عنه. حاولوا زي ما بنقول الأفكار الصغيرة دي محتاجين اللي إحنا نحاربها من البداية. طب يعني إيه الكلام ده؟ وهنا زي ما بيقول الكتاب، الأفكار الصغيرة دي أول ما بتتولد لو أنا وإنت ما حاربناهاش بتتحول لوحش. الوحش ده عارفين في فرق كبير جداً ما بين الخطية والشر. يعني إيه الفرق ما بين الخطية والشر؟ الخطية هي حاجة أنا بعملها بخط بيها ضد الوصايا، ضد حب الآخر، ضد الوصايا عموماً. لكن عارفين الشر إيه؟ الشر هو الحاجة اللي بتتولد من الخطية واللي ما بنقدرش نسيطر عليها واللي ما بنعرفش نعمل لها حدود. أيوة، قائين لما خطي، يعني إيه خطي؟ يعني فكر في الله بالطريقة دي، ويعني حسد أخوه، ويعني غار من أخوه. إيه اللي بيعمل؟ الشر الكبير اللي طلع منه هو القتل. إحنا في خطايانا حتى لو كانت خطية صغيرة، لكن في شر بيتولد أكبر وأكبر وأكبر منها. زي ما كنت بقول إن الشر ده بيتحول زي طوفان، خطية صغيرة، حاجة معينة بيتولد منها حاجات وحاجات وحاجات وحاجات. تعالوا نشوف حاجة زي كده. تعالوا نشوف لولد صغير، ولد صغير اعتدوا عليه جنسياً، أو ولد صغير اتجرح، أو ولد صغير اتظلم. الموضوع مش موضوع بس الخطية دي، الموضوع إن الشر اللي اتولد في الولد ده بيرافقه طول حياته، بيخليه هو كمان يعمل حاجات أكتر وأكتر وأكتر. أيوة يا أولاد، الخطية اللي أنا ممكن النهاردة أتحكم فيها بنعمة ربنا ممكن تولد بعد كده لو أنا وقعت فيها شر ما أقدرش أتحكم فيه. ومين هو قائين؟ وكده بنقول قائين مش بس الشاب اللي بيسيطر على مش بس الشاب اللي ما قدرش يسيطر على فكرة، لكن كمان قائين هو الشخص اللي ما خاطرش مع ربنا. عشان كده النهاردة عايز أدعوكم الدعوة دي يا شباب، تعالوا إحنا كمان نكون زي هابيل ده، نخاطر كله مع ربنا. لكن غريبة، هابيل اتقتل، لكن أنا وأنت النهاردة مش بنتقتل، لأن يسوع المسيح اللي قام من بين الأموات قادر يدينا الحياة من جديد. تعالوا نخاطر مع الله. أول خطوة ممكن نخاطر فيها المسيرة. بشجعكم من كل قلبي، تعالوا اعملوا الخطوة دي، نبدأ مسيرة. تعالوا ونشوف زي ما احنا عاملين دلوقتي حاجة اسمها تعالى وانظر، علشان نبتدي لإيه؟ نبتدي نكتشف طريق للسعادة. تعالوا نكتشف إن في حاجة أعلى وفي حاجة أكبر. ممكن نلامس السماء، صدقوني ممكن نلامس السماء،
من خبرتي في السنين اللي فاتت ان ربنا مش بس عايز ياخد مني حاجة صغيرة، لا لا لا، ربنا عايز ياخدني كلي. عشان يعمل ايه؟ عشان يديني كل كمان، ويديني كله، ويديني كل اللي حواليا. تعالوا نخاطر مع ربنا، تعالوا نطلب النعمة دي دلوقتي يا شباب قدام يسوع المسيح، قدام الجسد اللي بنعرضه عليكم. تعالوا قول له يا رب خليني أثق فيك النهاردة، خليني أبدأ مسيرة معاك، خليني أخطي خطوة جدية معاك، خليني أخاطر بحياتي، ما بقاش زي قائين. وللرب له المجد، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.